الفلسطيني والإسرائيلي هما سواء الصراع الماضي والحرب أساسها ديني. إيه هو هاي المشكلة، هو احنا اكو مشكلة، هو الدين أصلا موجود حتى يثير هاي المشاكل. يعني احنا عكس الموقف، صحيح أساسها ديني، لكن الدين يظهر لتأطير هذه المشاكل وتحويلها إلى مسألة عقيدة يؤمن بها الجميع ويكسب من خلالها الآخرين. يعني الإمام رجل الدين الذي موجود الآن هو ليس نتاج الدين، بل هو خلق الدين وهو نتاج لعملية فيدباك. يعني فالدين موجود حتى يوظف عدوانية الإنسان ويوظفها باتجاه يؤذي الآخرين ويغتصب حقوق الآخرين. هذا هو الدين. وعندما تجد التاريخ تجد الحركات، أول ما يطلع الدين رأسا يغزو البلدان الأخرى وتحت شعار دين. معناته شنو؟ معناته الدين هو أداة وليس شيء موجود نازل من السماء. هذا وهم وهم. عاشوا في أوروبا أكثر صديقي ماهر. يلا تدخل ماهر، يلا تعالي احشي ذات انت عبس. عاشوا في أوروبا أكثر من 2000 عام وتركوها واستقدموا لفلسطين، هل من الصعب أرض وفدوا إليها من 70 عام؟ ما يعني هو بعد صارت ثلاثة جاء الأربعة وين يروحون؟ حتى أوروبا بعد ما تريدهم، هي دفعتهم علينا. بالحقيقة أوروبا والغرب يضحك على اليهود ويضحك على العرب، قال لك أنتم اثنينهم دول يعني دقة قديمة وإحنا ما نريدهم، خلصونا من عندهم. هذا الرابط أدلك. أنا أتذكرت حادثة، شوف أكو حادثة يجب أن ننتبهها. سنة 70 ميلادية يحكيها يوسيفوس. يوسيفوس هذا هو مؤرخ يهودي، كان بالجليل، كان حاكم وجنرال، قاد ثورة ضد الرومان. الحادثة الآن في غزة نفسها اللي صارت بسقوط أورشليم سنة 70 تقريبا نفسها، ونفس الغباء اليهودي الآن يرتكبه العرب وما زالوا مصرين عليه. يعني احنا ورثنا الغباء اليهودي والتعصب اليهودي قبل 2000 عام وتركوه علينا وطحنا بها، والان هم الخصم مالتنا مو الرومان اللي يعني انما اليهود نفسهم او الصهاينه اليهود. فبالسنه 70 ميلاديه هاي حادثه مهمه. سنه 70 ميلاديه اكو تيتوس، كان هو ابن الامبراطور الروماني. تيتوس هذا غزا الجليل، قام الثورات، قادها هذا واحد هو نفسه يوسيفوس. هو مولود سنة 37 ميلادية يعني عمره 33 سنة. هيك كان هو قائد المنطقة، من عائلة ثرية كان، وماتوا بسببها 400,000 يهودي هاي الثورة. هو حاول يقنع أهله بالجليل، مدينة ما أعرف اسمها بالجليل يعني شمال القدس، وحاول يقنع الناس يقول لهم يابا ما يفيد يعني لا جدوى من محاربة هؤلاء وما كدا على الثورة، وحافظوا على أهلكم أو ناسكم. قال لا أنت خائن وما أعرف إيش. بعد ذلك قتلوا الرومان، دخلوا ذبحوا 400,000 كلهم ذبح، بقوا بس 2، هو واحد منهم يوسيفوس، وجدوه بالبئر مخاتل وراء أيام، وأخذوه بعدين ما أعرف صار صديق الإمبراطور ما أعرف شنو هذا تيتوس أو القائد الروماني. وبعد ذلك لأنه يجيد يعني كان عايش في روما فترة من الزمن ويجيد الرومانية والإغريقية والعبرية والآرامية، 4 لغات يجيد، وصار وياهم. وبعد ذلك عندما حاصروا الأورشليم وصار القتال، صديق دخل، مساء الخير، أهلا بك، أهلا وسهلا، حضر الماء مرتين. مساء الخير لك والجميع من يسمعنا وسيسمعنا. هلا بك، يلا انطلق. اولا ضربت مثال على داعش في الموصل. نعم. وقبل ذلك كانت داعش في فترة صدام حسين، كانت داعش الاخرى في النجف، وفي فترة صدام حسين كان هناك داعش في مناطق الاكراد. التطرف هو الذي يخلق داعش، والتطرف هو الذي جعل الموصل واحدة من أهم الحواضر في المنطقة. هي ليست مجرد مدينة، هي حاضرة.
أن تقيم الخيام الاعتصامات قبل قدوم داعش بسنتين أو ثلاثة، ونذكرها جميعا، وعلي حاتم طالع والفلوجة وغير ذلك. الوضع الخاطئ ينتج قيادات خاطئة وينتج تيارات خاطئة، وهذا ما جرى في الرقة، وهذا ما جرى في الموصل، والموصل أهم من الرقة بكثير. الرقة مدينة، الموصل حاضر، يعني منطقتنا فيها بغداد، الموصل، حلب، دمشق، عمان، بيروت، هذه الحواضر، والباقي مجرد قرى كبيرة. صح. غزة، أولا حماس تطرح مشروع صحيح، مشروعها استعادة أرض فلسطين، وهذا حق طبيعي لأي فلسطيني أن يقول فيه. عندما يقف الفلسطيني اللاجئ في غزة، غزة هل ليسوا غزاويين؟ معظمهم لاجئين في غزة من يافا ومن حيفا ومن المدن الفلسطينية الأخرى، الشمال والجنوب وطبرية وغيرها. فعندما يقف على سطح بيته الحالي في غزة ويرى أرضه ويرى بيته يسكنه آخر وأرضه يزرعها آخر، كيف يمكن أن يتصرف بشكل طبيعي؟ حماس ربما أساليبها أساليب القرن التاسع عشر أو الثامن عشر أو القرن العشرين، ونحن في القرن الواحد والعشرين. لم تفهم دور الميديا ودور الرأي العام ودور تمام. لكن حماس لم ترتكب خطأ من ناحية المنهج بتحرير أرض فلسطين، وفلسطين أرض محتلة طبعا. يعني لا أحد يستطيع أن يقول أنها ليست محتلة، أحضر الغجر بكل معنى الكلمة، غجر اليهود الجوالين في أوروبا الذين جرت لهم مذابح في 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 أوكرانيا وفي مناطقهم، وانتشروا في هذه المنطقة، كانوا تجار ونسميهم حواويج وغير ذلك، يهود جوالين، واستوطنوا في أوروبا الغربية ولم تقبلهم، وجرت لهم مذابح في أوروبا الغربية. هم لا يستطيعون التعايش مع أي أحد. صحيح. فأحضروا إلى هذه المنطقة للتخلص منهم. إذن ليس لهم، والحق التاريخي الذي يتكلمون عنه، لم يوجد منفى في الأصل ليوجد عودة، لم ينفى اليهود من فلسطين، منعوا في فترة من فترات من دخول القدس لكنهم لم يخرجوا من فلسطين، ويهودهم مثل ما يهود بني سلمة وبني عذرة وبني عبس كانوا يهود وأصبحوا لاحقا مسلمين، وقبلها كانوا ربما مسيحيين، كثير من يهود فلسطين مثل ما المسيحيين صاروا مسلمين واليهود صاروا مسلمين، وهذا ما جرى. يهود فلسطين هم أهلها الذين هم حاليا على المسيحية أو على الإسلام، بقيت تيار صغير منهم حوالي 1000 أو 1500 شخص، هؤلاء يهود فلسطين التاريخيين اللي هم السامريين، وأصلا يرفض تسميته باليهودي، يعتبرها شتيمة أو إهانة، هو يعني لا يسمي نفسه إلا سامري، لا يسمي نفسه، حتى لا يتكلم في هيكل القدس، هو يتكلم في هيكل آخر في السامرة. نعم، أخطأت حماس بطريقة الميديا تبعها بهذه العملية الغير محسوب. اليوم الثاني، اليوم الأول كان رائعا من الناحية العسكرية، موناليزا من ناحية التخطيط والتنفيذ وغير ذلك، كانت عملية يعني أذهلت جنرالات ظهروا من محللين على قنوات عالمية، كانت مذهلة بالنسبة لهم ما جرى وطريقة خداع الأنظمة وغير ذلك. لكن غدا ماذا سيجري؟ هذا ما تعرفه حماس، لكنها مستعدة كانت لتضحية بعدد كبير من فلسطين، وهي تعلم الإجرام على الطرف الآخر من السور. نعم، تقريبا هذا يعني. هل انه مثلا كل ما فعلته كان جيد؟ انا افترض بانه لو دخلت وقتلت وتعرضت للقطاعات العسكريه ورجعت وصورت كان صحيح. الان صحيح. الان صحيح. تخيل الموقف ايش قد رائع، ايش قد انت. نعم. الراي العام العربي، نعم، والجميع الناس فخورين بالموضوع ومليانين، ليس الحال الان سيء جدا، وصوروا المشهد، معناته هناك مشكلة. هذا ليست لا 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 لا، يعني حتى هذه يجب أن ننظرها بطريقة صحيحة. يعني هؤلاء لا. الذين كانوا يخرجون إلى بساتينهم ويضربون ويشتمون ويهانون من قبل الجوار المستوطنات الإسرائيلية، نعم، هؤلاء أهينوا من قبل المدنيين ولم يهانوا أيضا فقط من قبل الجيش الإسرائيلي ولم يقتلوا مستوطنين صحيح. نعم
نعم، فهناك ثأر شخصي بين هذا الذي يلبس اللباس المدني والطرف الآخر الذي، فأنا ليش هذه تجرى في عشائر العراق تجرى، وفي عشائر سوريا تجرى، وفي عشائر جزيرة العرب تجرى. تمام، فلا أستطيع أن يعني أضع الفلسطيني على كرسي من الساتان وأبدأ أحاكمه. الفلسطيني لا يجلس على كرسي من الساتان، الفلسطيني في أسوأ حال، غزة في أسوأ مدينة على وجه الأرض، ليس يعني الذي يحصل على شهادة متفوق أو شهادة ثانوية لا يستطيع أن يسافر للدراسة، المريض لا يستطيع أن يسافر للعلاج، ليس لديهم ميناء، كل شيء يدخلهم بتفتيش مجهري، الاقتصاد تبعهم غير قابل للتصدير، هي عمالة بتطلع تشتغل أعمال تافهة وترجع، لكن ما عندهم هذا الوضع الخاطئ الذي وضعت فيه غزة سينتج وضعا خاطئا كما أنتجت مدينة عريقة مثل الموصل. فعلي أن لا ألوم المسؤول عن هذا. يعني هو أنت الآن أنت عندما تقود مدينة مثل الموصل فرضا تقودها بعقلانية وتعرف الظروف المحيطة بك، تعرف أنه أنت واقع تحت سلطة قوة غاشمة مثل ما كانت مثلا الموصل، كان قوة غاشمة وما تجي منور المالكي ودولة جماعته، قوة غاشمة بكل أحوال، قوة أمريكية أيضا غاشمة، فأنت تجي تختطف المجتمع بأكمله وتشن حرب وتضع هؤلاء دروع بشرية إليك، هل هذا يستدعي منك أنت الخارجي أن تقف مع هذا الذي اختطف الشعب؟ لا 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 لا، ما حدا واقف مع حماس، رغم أني أنا أقف مع أي فلسطيني يدافع عن أرضه ظالما أو مظلوما كما نعم، لكن 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 اليوم من يتعرض للقتل ليس العنصر حماس، من يتعرض للقتل هو أي شخص في غزة، أي شخص في غزة صغيرا أم كبيرا. هذا هو الآن إسرائيل تقوم بعقوبة جماعية، والسبب نحن الذي أعطيناها المبرر، نحن أعطيناها هو ليس اعتداء دولة، هو ليس اعتداء دولة، ليس اعتداء اليابان على بيرل هاربر، هو اعتداء تنظيم، يجب أن يدرس كالرد على تنظيم وليس الرد على المدينة كاملة، هي أيضا أصلا محكومة بسلطة غاشمة اللي هي حماس. هذا القصد. نعم، لكن عوقب الناس ولم تعاقب حماس، ربما لديهم خطة أخرى، لكن هذه الخطة التي تطبق الآن ستجعل حماس أكثر قبولا، لأن الإجرام الذي يقوبل به كبير جدا، ردة الفعل ستكون كبيرة. نعم زين، أنا رأيي وين أقول أنه الوقوف والتضامن مع حماس هو عكس المطلوب، يعني البعض يعتقد بأنه علينا أن نقف مع حماس كما فعل بيان المثقفين العرب، واللي هو كان مفروض يكون موقف مسؤول، أنه اللي صار أنا رأيي أنه من يقف مع حماس الآن هو يساهم ويشجع على المزيد من الاعتداء على شعب غزة، الفصل بين شعب غزة وحماس ضروري، مثل ما فصلنا بين أهل الموصل وداعش، فبالضروري حتى لا نجيز ولا لا 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 مقارنتك خاطئة تماما. داعش ليسوا من الموصل، داعش ليسوا من الموصل وليسوا من الرقة، داعش عبارة عن إرهابيين العالم جمعوا لإحراقهم في 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 فرن ما وتم إحراقهم، فتح باب الجهاد وجاء كل من يرغب في 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 الحوريات وجمعوا وقتلوا. لكن نصهم من تل عفر ومن الموصل ومن الحمدانيين ومن عشائر موجود وهناك من عملك بوظيفة على ما أعرفهم الربيع نصهم. نعم نعم أي؟ وهناك ربيعة الساخطة على ربها مذ بعث نبيه عن مضر، ربيعة ساخطة على طول. تمام، أسأل عن عراق يعني ما أعرفها يعني. وحتى في سوريا الجسم الرئيسي هو خارجي، لكن ضم له عاطلين عمل ومهربين وراغبين في السطو وراغبين في الحريات وهو إلى آخره. القادة كلهم بعثيين. العفري شنو هو العفري؟ البغدادي من هو؟ بغدادي خريج جامعة بغداد. العفري هو واحد يعني من الرقة الثلاثة. الرقة كان عدد الدواعش فيها اللي هي العاصمة تبعهم،
اكبر بكثير من شو اسمه من السوريين. انضمت عشائر، تعرف العشائر تقرا بطريقه مختلفه عن المدن، يعني تقرا الاحداث بطريقه مختلفه وتنتسب او لا تنتسب حسب ما ترى، واحيانا تنقسم وكل طرف ينتسب الى احد الاطراف المتصارعه لكي تجد طريقه للنجاه لاحقا. لكن غزه جميع ابنائها منها وحماس إيه بس منها. هل هذا وليد صدفة أم وليد أنه لا أحد يدخل في غزة؟ يعني كل شيء محسوب بغزة، حتى الفلوس هو نفسه نتنياهو هو اللي ممول. 30 مليون دولار شهريا تجي من قطر وبسيارة إسرائيلية بإشراف نعم. من جماعة نتنياهو. نعم نعم نعم، هو لا يمول حماس، هو يعرف أن حماس ستكون سبب له لتدمير غزة أو لاقتحامها أو لإجراء مذابح أو لتوسع أو لتعمل خطة. لكن لا نستطيع أن نقول أن حماس ونتنياهو يجلسون في الليل ويتقاتلون في النهار. لا 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 لا, 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 لا لكن لا أيضا هو ملزم في الوساطات الدولية والخاصة الوساطة القطرية اللي بالنسبة لهم مفيدة جدا، لأنها تستطيع التدخل في الساعات الحرجة وفي اللحظات الحرجة. وقطر مسؤولة أو اعتبرت نفسها أو تساهم في إعادة أعمار غزة، فهذه المبالغ تصل حكما حماس تأخذ الحصة الأكبر منها لتستفيد منها في التصليح والتطوير والأنفاق وإلى آخره. لكن هي تذهب إلى غزة ولا تذهب إلى حماس، لكن حماس هي اللي مسؤولة عن غزة. بالنتيجة ماذا حصد أهل غزة؟ حصد ما لم يحصدوا إلا الموت والدمار والالاف الاطفال الان حماس متى متى اسست حماس؟ صارها 20 اقل من 20 سنه، اقل من 20 سنه. لكن وضع غزه هذا وضع غزه هذا قبلها بكثير. حكم لغزه سنه 2006 تمام. الوضع في 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 غزة سيء قبل هذا، وغزة محاصرة قبل هذا، وجرت فيها مذابح وإلى آخره. يعني ليس ما يجري بسبب حماس فقط. هو الآن حماس شنو يعني؟ هو من الخرب الموضوع. أنا كان هناك رأي فلسطيني واحد وجرت اتفاقيات أوسلو، والفلسطينيين نفسهم توصلوا الاتفاقيات خاصة بهم بغض النظر عن رأيي ورأيك. توصل اتفاق اللي انقلب على الموضوع هم منه اليمين الإسرائيلي وحماس. لا اليمين الإسرائيلي. طيب الفلسطيني يحق له أن ينقلب على أي مشروع لا يشمل فلسطين. هذا حقه الطبيعي. الذي تضمنه الأعراف والمواثيق والأديان حتى العصابات. تمام، تضمن حقه في أرضه كاملة. ومن حق أي فلسطيني أن يشكلوا تيار يرفض أي تنازل عن أي شبر من فلسطين. هل يعني هذا واقعي؟ هل هذا واقعي؟ واقعي طبعا. لا، هل هذا واقعي؟ ليس واقعي بموازين القوة. بموازين القوة أن أقول أنا بدي أحرر فلسطين كاملا، اليوم جميع القوى الإسلامية والعربية لو اجتمعت ما هي قادرة تحررها ولا تقدر تأخذ حتى حدود 67. هذا لكن من حقه أن يفكر بتحرير أرضه، سواء كان غزاوي أو مقدسي أو يا بن حيفا أو من أي مدينة كانت. أوكي، بس المشروع ما هو مشروع حماس؟ مشروع حماس هو تحرير فلسطين. لا ثم أي تيار إسلامي لديه أحلام لاحقة تصل إلى روما. إذن هذا يعني غزة بها 20% من الشعب الفلسطيني هو مسيحيين، وربع الشعب الفلسطيني من العباقرة المفكرين، وأتهم أسماء لامعة جدا، لا عباقرة في كل المجالات رغم الظروف. لو كانوا مو عباقرة ما صنعوا هذه الأسلحة اللي استخدموها من لا شيء، من لا شيء، من 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 مواسير المجارير صنعوا صواريخ. لا أنا خريج، أنت أيضا نعرف يعني وشو تشتري مواسير تحط حشوة، ومو بقى مو التقنية مش معقدة، مو معقدة، دقة الصاروخ هي المعقدة. لكن معقدة. يعني صنعوا هذه الطائرات وطريقة الانتقال. أنا مش شغل بالمفاعل النووي، وحتى يعني أعرف هذه السوالف، يعني مو
مش قضية يعني. يمكن أنا يمكن يمكن أنت حطيت الشريحة، يمكن أنت حطيت الشريحة. لا إحنا ضمن المشاريع كان هاي المتسعة طلع صدام، هاي إحنا سويناها. قضية سخيفة كل شيء بس على بسيطة يعني. كان هاي شوف هذه الشحن بس، وأنا أعرفه حتى ضروق العصافير، هاي ضروق العصافير. نعم نعم. تسوي قنبلة. صح صحيح. يعني تخلط وياها شوية زيت محرك. وتحط يعني مو فت قضية يعني. لكن لكن لا لا صنعوا أسلحة، طوروا قذائف يعني الار بي جي، طوروا قذيفة الار بي جي بحشوتين، وهذا أمر يعني يحتاج إلى إلى. يا أخوي يعني موجودة، كتب موجودة، أنا أنت طلع لك مصادر كتب تسويها. وبس المهم هي مو لها القضية، القضية إنه هذا أنت كيف تحول قضية أرض وشعب ومظلوم ومستهل إلى قضية دينية. هم تيار دين يا أخي. أخي ما في في أوروبا أحزاب دينية، ليش نقبلها في أوروبا ونقبل الحزب المسيحي والحزب الكذا ونقبل الملك بريطانيا يعني يكون هو رئيس الكنيسة إلى آخره ونرفضها عندنا؟ لا الدين، الدين لا لا موضوع مختلف. الدين المسيحي الألماني مثلا هو اسمه دين مسيحي لكنه لا لا يعني هو اسمه هم يعني فقط اسم بس لا لا علاقة له بالدين المسيحي. يعني هو تصرف بطريقة علمانية خاضع للدستور الألماني وخلص. هناك أنظمة مختلفة، هناك أنظمة مختلفة، لكن هناك تيارات دينية في كل أوروبا يا سيدي. الحزب أو التيار الصهيوني الصهيونية المسيحية في أمريكا حوالي 40 مليون، هؤلاء يوجهون السياسة في المنطقة. هؤلاء من أحضروهم أو من تبنوهم في فلسطين، عندما يصرح جورج بوش بغزوه للعراق بكلمة تسوية التل، هل تعرف ماذا تعني تسوية التل؟ ما أعرف. لا تسوية التل، العراق كان هو رأس التل، يعني تسوية التل هي آخر مرحلة في في في, في المرحلة السابعة في البروتستانتية، عندما يسوى التل يعاد إنشاء هيكل سليمان. بالنسبة بالنسبة لليهود أول مرة يسوون دولة بالضبط، الديمقراطية الصهيونية المسيحية الإنجيلية في أمريكا، وهذا ليس اسم يعني عم بشتم، اسمها الصهيونية المسيحية، هم يقولون إنهم صهيونية مسيحية. هم برنامجهم فلسطين، مثل ما عند الشيعة المهدي المنتظر، ويعملون للمهدي المنتظر، وفيق الصبح مهدي منتظر، وينام مهدي منتظر، تمام. لكن المهدي المنتظر بالنسبة له برنامج محلي، هو بايدن بالنسبة لهم، لكن بايدن بالنسبة وبايدن وبايدن نعم 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 الحزب الديمقراطي كلياته. لا والناس يعني الناس تعتقد إنه الصهيونية، تعتقد إنه الصهيونية يهودية، لا الصهيونية مسيحية، الصهيونية مسيحية مسيحية بروتستانتية. نعم. نعم للعلم نعم. للعلم مشروع توطين اليهود في فلسطين مسيحي. لا مو بس هذا، مشروع بريطاني من القرن التاسع عشر. أنا ما كنت أفهم هاي الفترة أسبوعين بديت أقرأ وأطلع على الموضوع، لأن إحنا كنا أنا شخص ما أعرف شنو فلسطين بصراحة بجديد، يعني توني صار 20 يوم بديت أقرأ بالموضوع وأحاول أفهم شو القصة، لأن ما شاء الله أنا حياتي كلها حروب، العراق 40 سنة حرب، فما عندنا مجال نفكر بغير 40 سنة يا زلمة، من 5000 سنة تقول لي 40 سنة من عمري، أنا أقصد من عمري 40 سنة من عمري أنا، يعني عمري 16 سنة كانت حرب 14 سنة حرب الأكراد، و 80 عمري 17 سنة بدأت حرب إيران، ولحد هاي اللحظة قبل كم سنة. فالقصد هؤلاء هم يفكرون أنه الصهيونية، الصهيونية فكرة طرحها واحد ثلاثة من كبار الشخصيات السياسية في بريطانيا بالقرن التاسع عشر. يمتى؟ سنة 1840 هرزل كان بده دولة ما أشوف حياته مشافة يعني موجودة حتى نيوتن كتب عن القصة، حتى نيوتن إسحاق نيوتن هذا العبقري كتب في الموضوع هذا. لا تتفاجأ أدى هاي من جماعة الكيمياء أو الحجر لا كتب في هذا الموضوع.
يعني حتى نيوتن كتب عن المذابح. كان شنو الفكرة؟ فكرة انه هذه المنطقة هي نفس الفكرة القديمة البابلية الآشورية، انه هاي المنطقة هي ممر بين الشام ومصر. نعم. منطقة استراتيجية. اليهود كانوا متعصبين جدا وثوراتهم ما توقفت للنهاية، وشبعوا كتل وشبعوا موت وشبعوا وطلعوا وشردوهم وهجروهم. يعني لابد أن ننصف اليهود بأنهم من شعوب التي عانت ما عانت طوال تاريخها. يا أخي ما لهم علاقة هذول، ما لهم علاقة في بابا وثورة الهيكل وغيره، ما لهم علاقة هذول. هذول شعوب أخرى تماما، ما لهم علاقة. هذول أخذوا منظومة فكرية شرقية. المسيحية أخذت منظومة فكرية شرقية اللي هي المسيحية، لكن وضعتها بطريقة مرنة إلى حد كبير. يعني هو بده يأخذ من العهد القديم، يأخذ ما بده، يأخذ ما يأخذ، بده يطور، بده يعقل، يعقد مؤتمر مسكوني أو مجمع مسكوني ويضبط بعض الأمور الجديدة فيها مرونة أكثر. لكن اليهودية منظومة شرقية مغلقة من ناحية الفقه. هؤلاء أخذوا هذه المنظومة ولم يستطيعوا أن ينسجموا بها في الغرب في أي مكان. الغرب كثير متغير. الغرب متغير. نحن جامدين، أكلنا مثل أكل جلجامش ومثل أكل خوف، تمام؟ وأحزاننا نفس الشيء وأمثالنا نفس الشيء، ما تغير كثير. يعني إحنا فقط نعيد توليف عاداتنا وفق الدين الجديد. أوروبا صح. يعني تتجاوز بسهولة، وخاصة بعد الثورة الصناعية. والدول الصناعية عموما لديها، على عكس الدول الفلاحية، يعني الفلاح يعيد نفسه، لأنه لو اجتهد سيتلف الموسم. عليه أن يزرع في فترة معينة، ويسقي في فترة معينة، ويضع السماد في فترة معينة، ويقلب الأرض في فترة وإلى آخره. لو اجتهد سيتلف الموسم، في حين الصناعي يجب أن يجتهد كي لا يخرج من السوق. فهم متجددين، نحن نكرر أنفسنا لأننا فلاحين وهم صناع وتجار. اليهودي نعم، اليهودي بس هو الميزة، الفرق بيننا. ليش هم تقدموا وتحضروا واحنا تخلفنا؟ لاننا شعوب تعيش على الانهار وعلى المصادر المياه، فلا بد من دولة مركزية، بينما بأوروبا ما يحتاجون دولة مركزية لانهم في مطر، فما يحتاج، ما تقدر تسيطر عليه. لهذا السبب هم تغيروا وتنوعوا وتقدموا. هذا ما جرى في سوريا. هذا ما جرى في سوريا تاريخيا. لم تنشئ دولة لانها دولة مطيرة، اينما ذهبت تستطيع العيش. صح. في حين العراق أنشأ ومصر أنشأ، لأنها الإبداع السوري أكثر بكثير. يعني شعوب متنوعة وقادرة على التفاعل، وعندهم الشعب السوري والسوري عموما قريب إلى شخصية اليهودي بتنوع وقدرته على التأقلم والحيوي. تلقاه مبدع في عمله، يعني عمليا. بس العراقي تلقاه ذهنيا إبداعيا شوية أكثر. عنده استرخاء، لأنه عنده الضمانات، الماء صح. والأرض. نعم صح. فالقصد عن الموضوع، أنت رأيك أن ما يجري الموقف، كيف تصف الحالة الآن، وما هي تصوراتك للمستقبل؟ يعني حتى نعرف وين إحنا، المسافة بينه وبينك. يعني إما أن تكون نكبة جديدة، وإلى الآن القراءات هكذا، إما أن تكون حماس قد أعدت العدة لقتال المدن. وطبعا أصعب مع الجيوش هو قتال تنظيمات. فربما تكون أعدت عدة محكمة لهذا القتال، وربما إسرائيل هي من لاحقا ستطلب العدة أو تطلب وقف إطلاق النار. غير واضح، ولا نعرف، ما حدا يعرف غير هذا اللواء اللي يطلع دويدري، ما أدري دويري يعرف كل شيء. إسرائيلي ولا منه؟ لا دويري هذا يطلع في الجزيرة يمكن، ولا في لا، هذول يطبلون. نعم نعم نعم، مثل صفوة الزيات أول. والله صفوة الزيات لما طلع يحكي عن محافظتي، يعرف أكثر مني أسماء القرى وال هو لا، هذول جماعة اليوتيوب يعني يأخذ معلومات يحفظها
والناس يظن يفهم يعني هذا عبقري. انا تفاجأت في اسماء قرى في دير الزور والرقة اللي هي منطقتي يعني انا عايش فيها والله ما كنت اعرفها، طلع صفوة زيات في مصر يعرفها. لا مو انا متعلم عليهم. انت تسوي هم مقابلات بالايام داعش، فهذا شو يسوي؟ يطلع الخارطة، يحفظ الاسماء، ومو بس هذا يحفظ اسماء الشيوخ العشائر والشخصيات هناك. بعد ما يطلع اي والله عندما يطلع يتحدث هذا الشيخ الفلاني انا شفته فلان كذا وفي سنه كذا، فمعلومات يدوخك بعد انت تقول هذا شو هذا كارثه هذا. نعم المحتالين اعرفه. نعم هي هاي المشكله. بس هو الفكره وين اقول انه انا ان ما يحدث في غزه، وراحت الفكره من بالتي اللي انت حكيتها، كنت تحكي عن شنو بالبدايه؟ اول كلامك عن الموضوع إن انت عم تسال انه اين يعني حماس. نعم هذه الدعايه الان انه حماس قويه والهجوم على المدن والسكان والقتال في المدن خطر، هذا نفس الطريقه سووها مع صدام. هو شلون طحض شعوبنا يعني بهاي الطريقه؟ ينفخون البالون مالتك يقول لك الدخول خطر، حماس قويه جدا، مخيفه، مرعبه، عندهم خطط عبقرية استراتيجية، يصعدوا لك ويكبروا لك هذا البالون، بعد ذلك الطلقة واحدة يفششوك مثل صدام بمليونين جندي وعدة 2000 طائرة وعدة 3000 دبابة، وطلعوا لك المقارنة العسكرية بين قوى بين الجيش الأمريكي والجيش العراقي، كبروه خبوا حتى الشعب العراقي، ويطلع لك هذا عبد الباري عطوان سيسحق الجيش الأمريكي، الجيش نفس الخطاب ونفس اللغة ونفس الخرى بصراحة يعني عذرا للكلمة، نفس الشيء ولا نتعلم. يضحكون علينا يا ناس ويقول لك هذا المحلل الاستراتيجي العسكري الخبير العسكري هو حمار. كنت في جدة من فترة مع صديق سعودي وصديق تاني يعني مش سعودي، صديق سعودي يعني عم نحكي وكذا، قال لي شو رأيك بعبد الباري عطوان؟ قلت له حمار. قال لي هذا ابن أخوك. تشرفنا إن شاء الله ما تكون عطالة على عمك. لا بس هو بالحقيقة أنا أقول لك شو راح يصير، راح يحرقون، راح يصير نكبة ثانية على أحد قولك ممكن، ولا وقرار صدر ونهائي، لان هم كلهم دول الفراخ هاي هم ربوها او فتحوا لها الباب، يعني هم خلوها تشتغل، يعني هو مو قضيه اتفاق ومؤامرات، لا هي السياسه، هو سوق داعش مثل داعش تمام يعني نفس الان حزب الله يوميا يضربون قصف مستمر اليوم 40 وساكتين ما فاكين حالكم يعرفون. هل السهم ما بدهم يسقطوا العمود هذا اللي في هاي ما سقط سقطت غزة وغزة راح تسقط، العمود ما سقط ما يخلوه يا عمود هذا في عمود عم يضرب عليه حزب الله صار له أسبوعين يجري وقعونه يريد وقعونه في اتصالات هذا مشان أول يقال عمود بعدين نخش هو راح يصير راح يصف يعني نفس السنة 70 ميلادية الحدث مال احراق الهيكل وتدمير الهيكل وتدمير اورشليم وطرد اليهود نهائيا من اورشليم. مات بها بديشه حسب روايه يوسفوس 1,100,000 واحد. مليون طبعا ايه لا طبعا مو صحيح هذا الكلام، نينوى في عظمتها ما وصلت لاربع هذا الرقم يعني شيء. المهم هو اللي يعني بس هو يقول لك يعني مبالغه ربما، بس هو يوسفوس هو شاهد عيان يعني مش شخص ايه لكن يوسفوس ايضا يعني اللي راح يصير بغزه نفس الشيء ممكن يعني شوف الدمار اللي عم يصير في المنطقه، لابد له سيناريو تم. يعني اليوم لما انا عم دمر مدن بدي ارجع عمره، انا اعتقد انه جزء من مخطط محبوب. يعني اليوم اوروبا انت عايش فيها ما ظل عندها مشاريع ثوريه، عملت مطاراتها وجامعاتها ومشافيها ومدارسها وكباريها وجسورها الى اخره. طب هذه المصانع الكبرى اللي عم تنتج الاليات والمعدات والادوات والى اخره، شو مصيرها؟ مصيرها تحتاج سوق،
نعم. وهذا سوقنا. هذا إيه؟ سوقهم. يعني تتذكر لما حاول ساركوزي يبيع طائرة رافال وحدة. ما قدر. رافال وحدة ما قدر. لدرجة إنه المصنع بدأ يضع خطط لتسريح مئات أو آلاف العمال، ما عاد أذكر 700 ولا 7000، سبعة وفي كم صفر وراء. اليوم الناس صافي على الدور، الشرق الأوسط صافي على الدور بدور رافال. صح. تمام. لا هو حتى ذكر صارت مشكلة مع الخليج، رأسا راح طار للخليج وسوى اجتماع مع مجلس التعاون الخليجي حتى الصفقة ما تلغي يعني. نعم. ذكرها. فحكم مع قادة الخليج وخذ صورة وقال إنه كل شيء آخر حلاوة. نعم. فنحن سوق. نحن سوق. وهذا التدمير. هذا التدمير ليس يعني وليد صدفة أن تدمر الموصل وتدمر قسم من بغداد والرقة ودمشق ودرعا ودرسور. نفس القضية، هي نال خطأ نفسه. نحن نتضامن مثل ما تضامننا مع داعش، تضامننا مع حماس. لم يتضامن أحد مع داعش. داعش لم يتضامن أحد معه. أنا عراقي أعرفها. نعم. أنا تعلمني من تضامن، من الذي صفق لغزوة القاعدة في نيويورك؟ أنا قاعد، أنا ببغداد، الناس وزعت شربت. كلنا فرحنا فيها، كنا فرحنا فيها. ليش؟ لأنه نحن في الطرف المغلوب. يعني هي عبارة عن انتقام، فريقك جاب جول تمام، لكن تسلل مو مشكلة، لغى الحكم، الحكم كلب من كلب. نعم. أنا اللي أقوله الخطأ نفسه نكرره. إحنا ما عندنا بعد نظر، ما عندنا بعد نظر، ما عندنا قدرة على أن نحل. مجرد نشوف الهوسة أو الهتاف نهتف خلف لأننا مغلوبين. يعني أي انتصار أي نظر عن التبرير. أنا بغض النظر عن التبرير أقول مواقفنا غير مدروسة، اعتباطية، طفولية، بدائية. يجب أن نتطور، يجب أن نفهم هذا العالم. يعني شوف ببساطة، إذا شفت المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة والمندوب الإسرائيلي، شوف الإسرائيلي كيف سوى مقارنة حتى تعرف الفرق بيننا وبين الآخرين. شوف المندوب الفلسطيني شاشة خاطب العرب وهذا قصف وعلى قضوا عدوان وما أعرف إيش وهذا الكلام. الناس هاي ما تسمع هذا الكلام. نعم. إجا الإسرائيلي شوف شلون المندوب الإسرائيلي شلون تحدث بطريقة خفيفة، بطريقة بحيث طلع وجاب تسجيل صوتي قال شوفوا هذا، قالها ماما أنا قتلت 9 يهود، واحد هو ومرته قتلتهم، محمد قلت طلعها أمام العالم كله، قال شوفوا هذول اللي نقاتلهم إحنا، هذا واحد من جنود حماس يخابر أمه. شوف هذا، أنا بغض النظر عن حقيقة الموضوع، شوف الأسلوب كيف يتعامل مع الأخر، كيف يتواصل معه. شوف الفلسطين، شوف باسم يوسف ماذا يفعل. باسم يوسف عندما يطلع يسب وشتم وكلام بذيء، لكن عندما يتحدث كلمة حتى هذا بير جوردن ما افتهم ايش بيه هذا، بس احنا صفقنا له 20 مليون يصفقوا له، يعني ما نفهم. هو كان يخاطب العقل العربي المتخلف، احنا علينا ان نرتقي بهذا العقل. هذا دعوتي يعني، ارتقاء بهذا العقل هو جزء من إدارة حماس، وفي الوقت لأن إدارة حماس لها علاقة بالسلب، بسحب أي تخويل لإسرائيل. لا الجماعات شغلك لك، أنت عندما تدين حماس أنت تشرعن ما تفعله إسرائيل بحق أبناء غزة. أنا أقول لا، بالعكس، نحن عدم إدارة حماس هو الذي يشرعن ما تفعله إسرائيل بحق أبناء غزة. هذا يعني هاي الفكرة مالتي فقط. ما أعتقد أحد أثنى على حماس إلا بعض يعني الأشخاص، لكن أنه حدا أثنى على حماس وأنه قال حماس على صح، حماس في هذا الموقف على خطأ لأنها تعرف رد الفعل. هذا أهم شيء، ولأنها استهدفت مدنيين. هذا أيضا من الناحية السياسية كانت خاطئة، ومن الناحية الإنسانية كانت خاطئة، رغم أنهم كان عداء يعني بين هؤلاء وهؤلاء، عداء مباشر يعني بين المدنيين والمدنيين.
لكن هي تعرف الـ السيطرة التي تمتلكها والعلاقات التي تركها إسرائيل في الإعلام العالمي، وأنها قادرة على أمر صغير جدا لدرجة أنه أقنعوا بايدن بأحداث خاطئة وتكلم عنها ورجع سحب كلامه عن قتل الأطفال. نعم، فهم هم مسيطرين ويمتلكون آلة إعلامية ضخمة ولديهم طرق في يعني ما في واحد يصرح بتصريح مو مدرب اصلا، يعني في معاهد تدريب للدبلوماسيين وغيره. لا هنا هذا حط ابن خالته وهذا حط ابن عمته، شغل عربان يعني. تمام، هذا 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 ما في كلام عنه، ما في كلام عليه. شوف حتى هذا الناطق باسم الجيش الاسرائيلي هذا تبع تويتر يكتب كتابات مشان بس ياكل بهدله، تمام، مشان يصير ينتشر موقعه اكثر. يعني إيه يكتبها بطريقة لأنه مشان هو يكتبها بطريقة ينال فيها الشتائم، مشان فلان يحط على صفحته شوف كيف شتمت درعي ولا إيش اسمه درعي، وتلاقي هذا واحد عامل سكرين شوت وناشر على الـ على الـ على الـ على الصفحة شوف أنا كيف شتمته وكذا. بتلاقي أنا ماني متابعه ولا بعرف صفحته وين ولا كذا، لكن ما فتحت الفيسبوك يوم إلا قرأت عنه من الأصدقاء عاملين سكرين شوت ونازلين إنه والله قلت له أمك على أمك وما بعرف شو كذا. يعني والله وضع مأساوي يعني اللي يصير، وأنا أعتبر أنه سببه هو مو غبائنا، سببنا أنه عدم إدراكنا لحقيقة الأمور وما نتخذ مواقف. بدليل أنا أشوف هذا التعليق، واحد من التعليقات يقول لي والله أنك مثل المذيع الذي يريد فقط إدانة حماس. يعني هو ما جاي يفهم أنا وين جاي بأي سياقة حدثت بأي، هو لا هو يعرف أنه أي بس معليش يعني اليوم كل ما حضرته إدانة حماس. نعم حماس أخطأت، لكن حجم الخطأ تبع حماس وحجم ما تفعله إسرائيل تستحق مش الإدانة، الضرب بالجزمة. يعني صح. إذا حكينا كلمتين عن حماس مفروض هذول نصب عليهم مية نار. وأنا معك. نعم معك، لكن أنه أنت ما أنت أكو سقف أخلاقي للتعامل مع الآخرين. أنت عندما تدخل وتقتل النساء والأطفال وناس يرقصون بحفلة، عند ذاك أنت تجيز للآخر أن يفعل بك شيء نفسه. شوف يعني كمان الصورة أنت تفتح الصورة بهاي الطريقة. لا أنت إحنا وصلتنا الصورة، لو بدهم يقتلوا كان قتلوا اللي في الحفلة، هم حاولوا يبدو يقتلون قتلوا ألف شخص في الحفلة. ألف. طبعا ألف هو عدد القتل 1400. نعم. 225 أو 240 عسكري. كلهم من الحفلة. نعم. كلهم من الحفلة. هاي معروفة يعني، مسألة مش يعني معروفة. نعم. وألف تقريبا من دول الحو كلهم يساريين، كلهم ضد نتنياهو. خير وجايين ما أنا ما أنا ما أنا طبعا ما أشوف مشاهد هاي، يعني ربما أكون مو دقيق لأنه يعني أرفض أشوف أي فيديو من هذا النوع. ما اقدر اشوف يعني، ما اتحمل يعني. ما يعني بس هو الارقام شفتها 1050 من دول اللي جايين حفله من اجل السلام، اعتقد هيك الموضوع مالتها يعني. لا ما عندي معلومات هذيك، ما اقدر يعني ما اقدر. ثم عدد العساكر الوحدات العسكريه دخلوا عليها 230. لو مكتفين بهذا كفي 20 يكفي. 20 يكفي لا يعني 20 بس. انت عندما دوله تجي على حفله، فانت شوف الان شوف شو سووا، شوف الاعلام الغربي شوف جاي يسوي، جاي يطلع قصه كل واحد من دول الألف و نعم 1400 طلعوا. نعم. قصه وامه واخته وخالته وعمته. نعم. ويتحدثوا. نعم. بينما هاي الاطفال ال 4500 لحد الان حسب احصاءات حماس الاطفال فقط. نعم مجرد رقم. نعم. ورقم بالنسبه للعالم الغربي وبالنسبه لنا احنا ايضا هناك كارثه. نعم هاي كارثه. اوكي شهداء بالملايين مو مشكله يعني. هي سياستنا احنا في المشرق يعني. نعم. يعني الروح الرخيصه مش من الاديان، من قبل الاديان. نعم نحن بهذه الطريقه. فهي نحن هيك يعني. حتى من كم يوم كنا في حلقة مع أرنست يعني، بقول له نحن معشر شعراء
لما صحيح. نحب نحب بطريقة مختلفة، ولما نكره نكره بطريقة مختلفة، ولما نقاتل يعني لما نحب نحب مثل قيس، ولما نقاتل نقاتل مثل عنتر. مزاجين مزاجين. نعم نعم. شعراء شعراء، كل شيء عندنا شعر، أم الشعراء. يعني نحن عندنا 2000 بين 1000 فقط في الجاهلية، بين شاعر وشاعر عندنا حوالي 2000. ما في الكرة الأرضية كلها عبر تاريخها ما أنجبت هذا العدد. كلنا شعراء، بس هي هاي المشكلة. يعني ما راح نخلص من هاي القضية. يعني أنت تصوراتك يعني يعني أنا إذا شفتك تحدثت عن الموضوع، لكن المشكلة الآن أنا كل مشكلتي وين؟ جاء أسمع كثيرين، لكن ما جاء أفهم وين. يعني لا أحد يتحدث بطريقة صريحة، لا أحد يتحدث بطريقة واضحة. هي صحيح صورة عائمة وغائمة ومزعجة، لكن الأغلبية يحاولون يقفون بالمنتصف، لا هو هنا لا بعد بالنتيجة ما طلع من عنده، ما طلع من الموقف. هي هاي المشكلة. يعني أنا مع فلسطين، ولو خرج شيطان فلسطيني يقاتل لو وقفت معه. وأنا أيضا نعم أنا أيضا، بس أنا عندي اعتراض على الاستراتيجية على نعم. الفكرة هذا كلام إنه... هذا كلام لا خلاف عليه. إيه هذا بس كلام لا ما خلاف عليه. حدث يقول لك لا أنت ما شو قصدك، أنت خائن أنت أنا شعري أنا طز بإسرائيل وطز بالعالم وبالغرب وبالرئيس الشرقي والغربي، ما له علاقة، ما عندي مصلحة مع أحد. بس أنا أفكر أشوف الناس هاي، يجب أن نفكر بطريقة صحيحة، يجب أن no. نردم اللي هو بيننا وبين، يعني هي المشكلة أصلها لا 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 اللي هو هم مفروض يردموها مش إحنا، اللي هو من طرفهم وليس من طرفنا أولا، وهم اللي حفروها مش إحنا اللي حفرناها. ف يعني 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 هم جسم غريب في المنطقة، إن لم يصبحوا كالفلسطينيين سيذبحون يوما. اليوم الفلسطيني ما عنده القوة مثل ما دب احنا في الأندلس، ومثل ما خرجنا من هذه الدولة، ومثل ما أخرجنا العثمانيين، ومثل ما أخرجنا غيرهم، وأخرجت أمم أخرى من أراضيها. يا أما يخرج يا أما يصبحوا مثلنا. هذا ما أعتقده. احنا ما أخرجنا العثمانيين، بس دور العربية وتحالف فرنسي شو اسمه انتهى 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 انتهى. نعم الثورة العربية انتهى. شايف يعني القتال في السودان، القتال في اليمن، القتال يعني هذا القتال، وخاصة في الدول التي استوطنت، كما استوطنت فرنسا في الجزائر، وكما استوطننا نحن في الأندلس، أخرجنا. أي مسار تحريك في مسار التاريخ باتجاهه الطبيعي إما أن يصحح أو سيصحح بدماء كبيرة وكثيرة، وهذا ما سيجري في فلسطين. هؤلاء الأوكران بالدرجة الأولى هم أوكران، انتشروا في أوروبا وأقاموا فيها، لم تستطع أوروبا أن تطيقهم، فجمعتهم وأرسلتهم إلى هذه المنطقة. إذا يعني لم يصبحوا يعني إذا لم يصبحوا شوف يعني أوكي أنا متفق وياك وأعرف هاي القصة، يعني إنه هم أشكناز وما أعرف إيش وليتوانيين. أقصد اليوم إسرائيل دولة في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي منظمة الصحة العالمية وفي الفيفا وفي كل هذه، لكن على الأرض ما تزال فلسطين. طبعاً ما ويجب أن لذلك أنا هذه العملية العملية على سوءها أراها تثبيتاً لاسم فلسطين في مكان ما وفي نفوس الجيل القادم الذي لم يشهد 67 ولم يشهد 48. فحتى هذه العملية لها إيجابياتها. نعم إيجابياتها بأنه المزيد من القتل، المزيد من الخسائر، وأنت نفسك قلت أنه والمزيد من التشبث، المزيد من التشبث بفلسطين. أنت توقع نكبة ثانية، أنت قلت توقع نكبة ثانية. إيه؟ ما فهمت عليك. واحدة من توقعاتك أنه هنالك نحن بصدد نكبة ثانية. ممكن لكن إيه؟ أقصد هذا التشبث، يعني إسرائيل واضح تماما من طريق تقسيمتها للضفة أنها لا تريد دولة فلسطينية ولا حل، لا دولة ولا دولتين، على الفلسطينيين أن يخرجوا. وقالها مسؤول كبير أظن وزير الدفاع أو وزير الخارجية عندهم أو الداخلية، إما أن يرضخوا أو يقتلوا أو يخرجوا.
هذا في 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 اول الازمه. اما ان يرضخوا من يقصد يقصد الفلسطينيين ها اما ان يرضخوا او يخرجوا او او يقتلوا تصريح في غزه في غزه في غزه هذا اللي هذا اللي حذر منه. اقول انا شفنا احنا خلطنا انا هذا حلقه طلعتها انه الخلط بين الخلط بين حماس والقضيه الفلسطينيه والخلط بين حماس واهالي غزه. هذا الخلط هو الذي يشرعن الجرائم اللي تقوم بها اسرائيل الان. شوف اي يهودي غير متطرف هذا قصدي اي يهودي غير متطرف يهودي عم يشتري باذنجان من السوق تمام ان اعتيادي شخص اعتيادي ليس من الإنسانيين وهم أيضا ليسوا قليل لا في فلسطين ولا من يهود العالم. يوجد تيارات ضد إسرائيل لأسباب إنسانية ويوجد تيارات ضد إسرائيل لأسباب دينية. لكن اليهودي الاعتيادي لو سألته وجاوبك بصدق يقول لك يجب أن يخرج العرب من فلسطين. نعم. وإذن ما هو الحل؟ إذن أوكي هذا عن خلنا نفترض هذا صحيح. والله لو أعرف الحل ما خبرت عليك. مو هاي المشكلة. إشارة معايرة يعني. كنت رحت على الأمم المتحدة وقلت لهم إياه. هو لا في العالم كله دايخ هي مسألة معقدة ومتداخلة بشكل مرعب يعني القضية. بس هذا يعني إنه نكون عقلانيين نكون منطقيين إن المسألة مسألة إنسان. في النهاية بغض النظر عن كل مسميات يهود اليهودي إنسان والفلسطيني إنسان لكن بالآخر الإنسان الذي يخصني والذي أتألم له. يعني اليوم لو حصلت مشكلة في ألاسكا ولا في نيوزيلندا ولا في أستراليا مشكلة إنسانية كارثة زلزال أو حالة سير مثلا أكيد حزن على بشر قتلوا. لكن لما تحصل هذه الحادثة في بلدي أكيد حيكون حزني أكبر وتعاطفي أكبر وقد أساعد لو كان عندي المقدرة أو كنت في المكان سأساعد بالجهد. الوضع مختلف. الإنسان نعم كلهم إنسان لكن إنساننا هو الأولى بالتعاطف وهو الأولى بالدعم وهو الأولى بالمشاعر وهو الأولى بكل شيء. هكذا يجب أن يكون. أي هو هذا صحيح. يعني احنا نقول أنه احنا الذي يحدث هذه شرارة راح تنتشر بالمنطقة بأكملها وسيصيب ضررها الجميع. وأن نحن الآن بمثل ما صارنا 70 سنة أو 90 سنة استنزفنا قوانا دمرنا شعوبنا تفككت دولنا. العراق الآن زبالة يعني مو دولة ما أعرف نعم. ما أعرف أنا نسيتها حتى نسيتها يعني أنا 45 سنة في العراق عمري كله نسيتها يعني حتى ما أريد التفت يعني ما أريد التفت على شيء ما أتذكرك شيء يعني بس كم أصدقاء وانتهى الموضوع بالنسبة لي. وسوريا انتهت لبنان انتهت ومصر الآن في أسوأ حال صحيح متماسكة لكن ليبيا انتهت اليمن انتهت والباقي الآن بطريقتنا هذا عندما نقف خلف حماس. يعني الآن النموذج العربي المثال النموذج إن الخلاصة كل هذا الضنك والتعب والقهر الآن نسير كلنا خلف حماس. هذا انتبره هذا يعني هاي كارثة. خيو كنا معزومين في عزومة ومعنا مش مجموعة أصدقاء في واحد أخوان مسلمين فعم يأكل سلطة ومش عارف إيه وكذا. أنا بعرف أخوان بس ما سبق يعني فقلت له أبو ناصر عامل كباب أبو ناصر يعني علمين الكباب على كيف كيفك يعني ما تأكل من كباب أبو ناصر. قال أنا نباتي. قلت له أخوان جيب نباتي يا زلمة أنت وتفيق الصبح تظلوا تأكلوا خرلة بين ما تناموا وش هي ما تقدر تأكل كباب. هدول لا شك يعني عندهم نظام الغزو والتكويش وإلى آخره موجود. نعم. لكن هذا لا يعني أن نقول غزة صفر لأن فيها حماس. لو كانت غزة وضعها صحيح لأنتجت تيارا غير حماس. غزة الوضع السيء فيها الوضع الكارثي فيها من كل النواحي هو الذي أنتج هكذا تيار. لو كان وضعها أفضل لكان
هناك تيار أفضل يمثل أهل غزة. أنا أميل دائما شوف أنا وين ودائما ودائما أضيف عليه دائما بعد كل تيار إسلامي يقضى عليه يأتي تيار إسلامي أشد فتكا. يعني الأخوان ظهر بعضهم القاعدة، والقاعدة ظهر بعضهم داعش، وداعش يظهر بعضها خراسان، تمام؟ وحماس لو قضي عليها سيظهر سيأتي مثل داعش وأسوأ من داعش. لماذا؟ ناس سؤال. لأننا شعوب هذا الذي تنتجه. هاي يعني شو متوقع أنت؟ حماس حتخرج عازفين بيانو، عفوا غزة حتخرج عازفين بيانو، أكيد بتخرج مجاهدين بهذا الوضع. ده طلعتك واحدة شابة جميلة، شابة مسرحية. نعم. قالت أنا ما أريد أموت، أريد أعيش. لكن في التوتال في ناس فنانين وفي ناس منشدين وفي ناس رسامين وفي ناس موسيقيين، لكن في التوتال هكذا وضع يخرج أشخاص متطرفين. لماذا؟ لأن الوضع متطرف، لأننا تلقائيا وعاطفيا كما قلت مزاجيين وانفعاليين، نسير نقبل. يطلع واحد أنا أحترمه وأحبه، دكتور ما أريد أذكر اسمه، أحترمه وأحبه وأتابعه، ودائما يتحدث عن دولة قريش وما أعرف إيش، ويتحدث عن الإمبريالية والاستعمار، يقول أنا أسير خلف حماس. هو كان صار له 50 سنة يتحدث ضد حماس، ويقول هذا مشروع مدمر لمجتمعاتنا. الآن نسى، قال أني تقودني حماس، قال أنا تقودني حماس، طلعها بالفيديو موجود، أنا ما أذكر اسمه. هذا أول حرف يعني دكتور أقول لك بعدين بيناتنا. المهم بس يعني ما أريد أشهر به الرجل، يعني أو هو بالعكس، هو يقول وطلع بعلو صوته، قال أنا يعني تخيل، هو واحد أرتيت يعني خرتيت ماركسي شيوعي على خرتيت، يعني خرتيت حقيقي. وتخيل هذا الآن تمخض جبل المشاريع التحرر، مشاريع القومية، المشاريع الماركسية الستالينية الناصرية الصدامية الولائية الحمقبازية، تمخض الجبل والكل بات يسير خلفه حماس. شوف لما اشتار يستاهل ان تيجي واحد محتل غاصب يدمرنا لاننا نسير خلف هؤلاء. شوف هذا لما اشتار اهينت من قبل قلقامش، فخلقت انكيدو، او طلبت ان يخلق انكيدو الوحش الذي عايش مع الحيوانات. نعم. وكان على قلقامش أن يقاتل قلقامش. قلقامش أرسل له غانية ودجنه، بدل أن يقتله كان قلقامش قادرا على أن يقتل أنكيدو. نعم. لكنه دجنه، حوله إلى إنسان. شمخة حوله من حيوان إلى إنسان بال 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 بالحضارة المتاحة بين يديه، تمام؟ أو أسلوب التحضر اللي كان متاح بين يديه. الفكرة أننا نستطيع أن نجعل غزة تنتج حزبا سياسيا وحزبا للخضر وحزبا للبيئة وحزبا ما بعرف شو بدل حماس، لكن بهذا الوضع في غزة لو قضيت على حماس سيأتي أسوأ من حماس. عليك أن تقضي على كل أهل غزة، أو أن تجعل هذا الإقليم إقليم بشري مثل بقية أقاليم الدول. كيف يعني؟ ما أعرف كيف يعني. غزة لا يستطيع الغزاوي، أي شخص سوري ولا عراقي ولا حتى ببلد فاسد اشترى هذه قادر أن يصدرها إلى بلده، تمام؟ يدفع عليها جمارك، في بلاد فاسدة يدفع عليها رشاوي، لكن قادر يدخلها السوق ويبيعها. في غزة أنت لا تستطيع لا أن تشتري ولا أن تستورد ولا مدخلك ليش. إسرائيل ومصر. السؤال يا عزيزي الغزاوي اليوم في السعودية لو سافر إلى غزة عن طريق مصر، الطريقة الوحيدة اللي سافر فيها، في المطار يوضع كمقتحم لمصر ويؤخذ مكبلا إلى حدود غزة ويوضع على المعبر ويترك. ليش؟ هكذا
هكذا هكذا الوضع. أنا ليش؟ ما أعرف ليش. أنا لا أعرف لا أعرف ليش ما أعرف ليش أنا ما أعرف ليش. هيك لما عامل الغزاوي كمسافر قاطع فيرست كلاس عامله كمجرم تبع حشيش، فهذا كيف بده يتعامل معي؟ ليش ما نستنكر على مصر اللي تفعل به والدول العربية اللي تفعل مع الوثائق والأنظمة والاتفاقيات الإسرائيلية المصرية الأردنية السورية اللبنانية هي اللي عاملة هيك، تمام؟ هي اللي عاملة هيك، مش هو. هو إنسان عم يشتغل، مهندس، بروفيسور، بروفيسور رايح ليشوف أمه، تمام؟ يأخذ مكبلا مثل المجرمين. السؤال ليش؟ أنا جاوب ليش؟ أنا جاوب ليش؟ أنا جاوب ليش؟ أنا لحيتي يعني ما عندي ما أخاف من شيء يعني. ما عندي شيء أخسره يعني، وخسران كل شيء، أنا أصلاً ما عندي شيء أخسره يعني. فأنا قلت ليش؟ وليش أيضاً الغربي، العالم الغربي يقف ضد الغزاوي وضد الفلسطيني وضد العربي وضد المسلم؟ لأن هذا المسلم بلا مبادئ، بلا أخلاق معاصرة، ليست لديه قيم ثابتة. يعني أنا عندما أتعامل معك، خلنا نفترض إحنا تجار، أنت تاجر من البصرة أو من بغداد أو من مكان ما أو ابن عشاير، وأنا جاي تاجر غربي، اللي أنا داخل في سيستم غربي فيه ما فيه من أشكال وتداخلات وفيه احتيالات وأكاذيب، أنت جايني من هذا، أنا لا أثق بك، أنت سليل حضارة مختلفة، سليل واقع مختلف، ويرفض أن يدخل ضمن السيستم الخاص اللي بي أو يؤسس لسيستم محايث وليس. يا سيدي، الأمريكي يعاني في تكساس، الأمريكي ابن نيويورك يعاني في تكساس، يعني طبيعي. وفي الصين، في الصين حضارة واحدة، لغة واحدة، لكن يعني أراهم كيف يحتقرون بعض، هذا موجود في كل الحضارات. وابن المدينة، وابن المدينة، وابن المدينة في منطقتنا ينظر إلى ابن الريف من علي، وابن المدينة الأكبر ينظر إلى ابن المدينة الأصغر وابن الريف من علي، هذا موجود. المسلمين يوجد هناك من أعطى صورة، ويوجد هناك أيضا شخصيات لامعة، لكن يعني أنت اليوم مسلم وأنت تعطي صورة ناصعة، وربما جارك الهولندي يعطي صورة سيئة، شايف يكون هو إنسان سيء وفاسد وإلى آخره، تمام؟ وربما بعده في واحد مسلم من نفس مدينتك عبارة عن حثالة، هذا موجود. لكن ما أجي أنا أخذ العينات، العينات موجودة في كل، لكن لما يكون القانون قوي فالعينات السيئة تردع. أنا ما أقصد العينات السيئة، أنا أقصد ثقافة وحضارة كاملة، حضارة الكل يهتف بأنه الغرب، وطلعوا الآن ناس يا أخي. روح عمان دولة ما عندها هالصناعات ولا عندها شيء، شعب مثل الذهب، شعب من الذهب. كيف أصبح من الذهب؟ ما أدري. لا، النظام، النظام أخي. أنا أقول لك أنا أعرف زين. العماني مجرد أن تذكر كلمة شيعة أو كلمة سنة أو كلمة وهابية، رأسا ترمى خارج العمان فورا، ولا تذكر هاي الكلمة حتى في الصلاة وفي الممارسات الدينية. أي عماني يدخل يصلي في عمره خمس سنوات مرفوض رفضا قاطعا أي محاولة للتفرقة بين الناس. وهذه قبل حتى يعني هذه لأنه طبيعة العماني هي اللي قبلت هذا الشيء. لكن يعني تدخل أنت المسجد في عمان، الإمام شيعي ولا سني ولا أباضي ولا شو اسمه، بتصلي وراء، تمام؟ اليوم تدخل تلاقي إمام شيعي، الصلاة بعدها تلاقي إمام سني، تمام؟ والكل يصلي وراء. ليش البقية لا؟ العماني طبيعة العماني مسلم وعربي، وعربي أصيل، لكنه المنطقة اللي هو فيها، النظام اللي في هذه الدولة، وهم من القدم معروفين بأخلاقهم حقيقة. حتى في حديث يعني أحد الصحابة أراد الرسول أنه يرسله إلى عمان، فقال أنه ما بده يروح عمان، قال إحنا أنا بدي أرسل يعني ناس لعمان وناس إلى أحد العشائر، فهو اختار العشيرة يبدو قريبة من المدينة، فراح ضربوه وأهانوه، فرجع قال للرسول لو ذهبت عمان لما أهانوك ولما ضربوك، تمام؟ فهي أخلاقيا معروفة، ما هو الظرف الجغرافي، ما هو الظرف السياسي، ما هو الظرف الديني، لكن هي فيها كل المذاهب،
يعني مثلها مثل سوريا، مثلها مثل لبنان، فيها كل المذاهب مع ذلك متآخية، ربما طريقة المصالح الاقتصادية أو غير ذلك. فالعماني شخص سفير، سفير بكل معنى الكلمة. والبحريني، البحريني الإماراتي السعودي إلى حد كبير، ما عدا الشباب اللي يطلعوا يهيصوا كذا، لما تطلع عائلة سعودية شوفهم برا. وين أنت قلت إنه أنا قلت لك لا، العماني هذا سبب، سبب تغيره، سبب اختلافه. إنه أنا ما أقدر أتحجج بالعماني الآن مثل ما أتحجج بالمصري أو بالعراقي أو بالسوري. بالسوري يختلف عن العماني، هذا سبب اختلاف، إنه نحن نربي أجيالنا على العنف وعلى العدوانية وعلى كراهية الآخر الغربي تحديدا والحضارة، ونقول هاي حضارة سيئة وكلهم مثليين وسفلة وملحدين وكفرة، وهؤلاء يعني ينامون مع أمهاتهم ومنحلون. والله يعني يعني مقرف، يعني هاي الحضارة يعني يعني حقيقة حقيقة نحن عندنا تخلف فكري لا شك، يعني مفروض نعترف فيه. المشكلة اللي عم يطلعوا يهاجروا إلى أوروبا يقيسوا التحضر الأوروبي على مستوى تخلفهم، ويعتبروا تخلفهم هو مقياس التحضر، إن طابق فهو منحل جيد، وإن لم يطابق فهو منحل. فغالبا يعني ابن القرية تمام، أول يعني أنا شفتها لما طلعوا السوريين تمام ووصلوا ألبانيا والسويد وغيرها وغيراتها، كل منشوراتهم عن النسوان وملابسهم القصيرة ومش عارف ايه، وهذه مع صاحبها واثنين عم يبوسوا بعض في الشارع، ما شاف، ما شاف فيها الحضارة، ما شاف بي ام دبليو والبورش ولا السيمنس ولا لا هو مو ما شاف، ما انا اقول اللي اقوله يعني انه مو ما شاف، هو ما يقدر يشوف، يعني هو ما عنده عنده نظارة خاصة، نظارة خاصة الادوات. هو يولد والعربي، يولد العربي ويعرف انه خير امه، فأنت كيف ترى الآخر بعد؟ سألت كل السوريين اللي أعرفهم أو على صفحتي في نقاشات يعني أو كذا عن يورغن هيبرمس، ما حد أعرفه، يعرفه ميسي ويعرف كذا. يورغن هيبرمس أهم عقلية على وجه الأرض الآن، أعرفه ما حد يعرفه، لو ما يعرفه يعني، يعني أنا لو بدي أروح ألمانيا روح حتى أشوفه بس أحكي معه كلمتين. لا وحتى اللي يعرفه ما يعرفه حقا، هو ما يعرف شنو، ما يعرف شنو أخلاقيات النقاش اللي طرحها، ما هي نظرية الفعل التواصل اللي طرحها برمان، ما يعرف شنو معناها. ليش؟ أنا أقول لك ليش القضية، حتى اختصر لك ما هو هابرماس ويتوافق مع فكرتي عن موضوع الخلاف الحماسي الداعشي الإسرائيلي اليهودي الغربي. هابرماس سوى لقاء مع البابا، نعم لقاء مشهور، جدلية الدين، الدين والسياسة، ما ذكر في الكتاب طلع بس ما حصلت لحد نعم. نعم موجود، موجود في حتى في العربي مترجم، مترجم حتى العربي. شنو فكرت هابرماس؟ فكرة عظيمة وجبارة، يقول كل احنا نعيش في فضاء حضاري حداثي، هذا مسألة لا يمكن مناقشتها، سواء كنت يهودي مسلم ياباني ما أعرف إيش، ما يكون وتبر يعني. بالتالي نحن نجب أن نترجم مواقفنا عندما أتحدث معك أنت، الذي مثلا أنت علماني فرضا، أو تتبع المذهب العلماني، أو تتبع المذهب اللائكي، أو أنت من فرقة كذا أو من جماعة كذا أو عقيدة كذا، فإحنا يجب عندما نتحدث نترجم ما لدينا في أرضية مشتركة، في نقطة لقاء مشتركة. هذه إحنا ما موجودة عندنا، ما يعني حتى أوضح الفكرة. أنت الآن مثلا خلينا نفترض أنت سلفي فرضا، أو أنا سلفي أتحدث مع شخص غربي، عندما أتحدث معه لا أتحدث معه بخطابي السلفي، ولا هو يتحدث معي بخطابه الغربي الحداثي، لا إحنا نتفق على أرضية مشتركة، يسميها أخلاقيات النقاش.
أخلاقيات نقاش هنا أنه هنا بيني وبينك أرضية مشتركة، يجب أن لا أستخدم قاموسي السلفي في قياس على الأمور ومحاكتها بطريقتي السلفية، ولا أنت تقيسها. فإذن عندما سوى حوار مع البابا على هذا الأساس، والبابا افتهمها، بس احنا لحد الآن لم نصل هاي المرحلة. أنا أرسلت لك صورة الغلاف الكتاب على المسنجر، يعني حتى يريد تعرضه بلكي أحد يطلع عليه ويقرأه، جلد جدلية العلمنة والعقل والدين. وين أبغى لحظة؟ هذا هي جدلية العلمنة. أنا ما قاري بالمناسبة، أنا هم بقرأ. وأنا منزله طبعاً، صار زمن يعني، بس مع الأسف ما أقدر، يعني ما عندي وقت يعني. هو قصير، أذكر كتاب مش كبير يعني. نعم. بس أنا عندي فكرة عن نظرية الفعل التواصلي. وأدي اعتراضات نعم. عليها. نعم. وين شلون أطلعها؟ سمي أول. سمي. اللهم صل على حماس وأهلها. شير سكرين. وين هي؟ هذا كتاب، هذا. هذا الكتاب صح. هذا أهم جديد. رجل، أهم رجل في الفلسفة منذ أرسطو. لم يأتي فيلسوف. يهودي كمان، هو يهودي. ما إشو ما كان دينه، هو يعني بعد أرسطو هذا أهم فيلسوف، يعني ثاني فيلسوف في التاريخ يمكن يعتبره. لا لا، هو حتى يعني هو نمط آخر من الفلاسفة. هو نعم نعم، هو من جماعة فرانكفورت، مدرسة فرانكفورت. نعم، مدرسة فرانكفورت. نعم، الجيل الثاني يعني. بس هو يعني هو هذا تنين أيضا، ذاك العظيم تشومسكي. نعم. على كل حال يعني يا حبيبي، كيف تريد صنع ذلك، والمنظومة الإسلامية قسمت الناس إلى عبيد لها وكل الباقي نجس لا حق لهم. احنا طولنا بعد 3 دقائق حتى، لأن الناس حطية تعبناها، بس أنا جاي أشوف المشاهدات الزيد يعني المتابعين، فقلت يعني ما ترهم بعد. هذا إيلي ساكرودي، عرفه، هو يهودي سوري. إيلي يهودي سوري. نعم نعم. شوف شو يقول يعني. كل الأديان عزيزي إليا، هذه نظرتها للآخر، وحسب معتنقيها ومستواهم الفكري. يعني إحنا عندما نكون بالقاع ففهمنا للدين يكون في القاع، وعندما نكون في مرتبة حضارية مرتفعة فهمنا يختلف لهذا الدين، وتفسيرنا لهذا الدين موجود. مو هذا الكلام اللي أنت عم تقوله، لا أظنه صحيح. كل الأديان تمتلك هذه النعرة وتعتبر نفسها صحيحة. الدين اليهودي يرفض الأديان اللاحقة، الدين المسيحي يقبل في اليهودية ويرفض اللاحقة، الدين الإسلامي يقبل المسيحية واليهودية ويرفض اللاحقة. هذه طبيعة الأديان، حتى في نعم. في الهندوسية نفسها قسمت الهندوس إلى نبلاء وإلى أنجاس، هذا موجود في كل الأديان. هو هاي طبيعة الأديان نفسها. نعم. أنه نعم. الآخر هو مختلف. فأنا مهم حتى طولت الناس خطية. نعم. تعبنا. فأشكر الجميع وأتمنى يعني يصبحون على خير، وشكرا صديقي الماهر أنه دخل على الموضوع، ويعني أكيد طرحنا قضية تشغل بال الجميع. ألف شكر وتصبحون على خير، مع السلامة. صباح الخير.